وانا قلبي حياته روحه بيه. طلال الجردي الاسبوع الماضي كنت نمبر 1 على السوشيال ميديا بالكاركتر يلي عملته على المسرح، عن جد قلبت الدنيا وما قعدت الدنيا، ان كان ارتكلز ان كان فيديوز ان كان صور لك، فكل الجمهور كان عينه عليك هالجمعه شو راح تقدم. خبرني كيف تجرأت تقدم حيال لشيء قدمته اليوم بعد شو عملت الاسبوع الماضي؟ اول شيء اذا بتسمحوا لي انا ما تسني لي على المسرح، ما قدرت. بدي اشكر كل الناس عن جد على كل الشيء اللي كتبوه وعلى الفيدباكس الحلوين اللي انكتبت. بدي اشكركم كلياتكم، وبتمنى يا رب نضلنا نقدر انا وزملائي كلياتنا نقدر نقدم ماده هيك اوريجينال مميزه تقدر تعطي طابع خاص كمان بالعمل، ومش بس نحن مش جايين بس نغني، جايين نعمل لكم هالسبكتاكل الحلو هيدا اليوم. ما كثير انا مش كثير مبسوط من حالي غنائيا. التابلو حسيت انه ما لازم اليوم كمان كاركتير هالقد نافر، ان الله راد بركي نيكست ويك اذا بقينا يعني. بس لهالاسبوع هذا حبيت اشتغل على القصه وقضيه الفيزا يلي هي مرض لنا اللبنانيه، قلنا بركي بنضوي عليها اليوم. بس غنائيا حسيت في اعمل احسن من هيك، انا مقرب ما بدي اقعد اتحجج للجنه ما جبت سيره، بس مقرب ما قدرت على الواطي اقدر ارتاح كثير بصوتي يا حوي هلا، حتى يعني ها بتحس انه بتحس في بحه منا هي مضبوطه. عن جد ضايقت من حالي، فحسيت حالي في اعمل احسن من هيك فيها. يعني اذا الجمهور خلصك الليله بنتوقع مفاجاه كبيره الاسبوع المقبل؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني ما في اقول محضر، لانه كمان بيعتمد على المغني والغنيه اللي بدها تجي. بس دفنتلي الاسبوع الجاي بدي ركب شيء يعني، بس شو عن جد ما بعرف هلا.